السلام عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير. اليوم ان شاء الله نحاول نوريكم طريقه كيفاش تقدروا تموديفيو للاي بي ادريس ديالكم في الويندوز 10 بلا ما تنصليو حتى شي لوجيسيال ولا حتى شي حاجه. دونك اول حاجه غتمشيو لهاد اللعبه ديال دماغي، كتجيو لسيتين كتكليك عليها، كتجي لهاد نيتورك اند انترنيت، واقيلا يعني بالفرنسي تلقاوها سونتر دو بارتاج ولا شي حاجه بحال هكا. يعني كاينه سوا هاد الطريقه هادي باش تجيو لهنايا، نكليكو عليها. يعني كاينه هاد الطريقه هادي اولا تجي لهاد اللعبه ديال الواي فاي عندك اولا الكونيكسيون، كتكليك عليها كليك دغوا وكتكليك على اوبن نيتورك اند انترنيت سيتين. فوالا هادشي كامل كيدينا لنا في الصفحه. غنجيو للفي بي ان، غتجي لادفانسد اوبشنز، خاص هاد الجوج يكونوا كاملين اون، يعني الا لقيتي شي وحده هنايا اوف حاول ترجعها اون. موراها تجي تكليكي على هاد بلوس هادي اللي كتعني اد ا في بي ان كونيكشن. غتجي لهذا اختار، اصلا عندك شوا واحد فاش كتكليكي عليه كيعطيك هاد ويندوز بيلت ان، غتكليكي عليه. غندخلوا لهاد السيت هذا اللي غنوريكم، غتلقاوه في الديسكريبسيون، سميتو في بي ان بوك ولا في بي ان بوك بوان كوم. مورها غتجيو الفري في بي ان. دونك بالنسبه نرجعو لهنايا، بالنسبه للكونيكشن نيم نسميها مثلا في في بي ان بوك فوالا. بالنسبه للسيرفر، سيرفر نيم اور ادريس، انا نوريكم منين غتجيبو هاد لي زانفورماسيون هادو. نرجعو للسيت ديالنا اللي هو هذا. هنا كيعطيوك جوج ديال لي زوبسيون اللي هما فابور انتنا 0 دولار باغ موا ولا فور مانس، يعني 0 دولار. هنا الا بغيتي دونيت يعني تعطيهم واحد الدون، يعني بحال قلتي تبرع عليهم، حنا ما بغينا نتبرعو ما والو، بغينا نبدلو لاي بي ادريس. غنجيو لهنايا، انا غنحاول نستعمل هذا اللي سميتو البي بي تي بي في بي ان بوان تو بوان تانين لاين بروتوكول. غنجي هنا كتلقى بزاف ديال لي زادريس اللي هنا، مثلا هذا ديال اليو اس في بي ان، هذا ديال كندا مثلا، فرانس اكسيتيرا. حنا نحاولو نستعملو هذا ديال كندا، غندير ليه كوبي كنترول سي، غنجي لهنايا وندير كنترول في، غنكولي عادي الفي بي ان تايب، غادي تكليك عليها تختار بوان تو بوان تانلين بروتوكول. فوالا تايب اوف ساينين انفو، يعني كيفاش نتا بغيتي تدخل ليه. انا غنخليها يوزر نيم اند باسورد، يعني بغيت ندخل بالباسورد يعني بالسميه والباس والموت باس، غنخليها بحال هكا. كاينه اليوزر نيم هادي اوبشنال يعني اختياريه، والباسورد هي اختياريه. اوكي غنكليك على اوكي. غير واحد الملاحظه، هاد السيت هذا مورا ما تدخلوا ليه ما تخرجوش منه حتى تسالي الخدمه ديالكم، حيت كاينه الى في الطول تحت هنايا غتلقاو واحد جوج ديال لي زانفورماسيون اللي كيهمونا، اللي هما اليوزر نيم، ها هو اليوزر نيم والباسورد، ها هو. غنرجع لهنايا مورا ما سالينا دوك الخطوات، كليكيت على سيف طلعت لي هادي ديال الفي بي ان. دابا الا بغيت نتكونيكتا باش نبدل الفي بي ان ديالي، كنجي كنكليك عليه كاينه كونيكتي. دابا قبل ما نتكونيكتا نحاول نشوف الاي بي ادريس ديالي حاليا. غنجي لاي باج، غنكتب مثلا وات از ماي اي بي ادريس، غنكليك عليه بحال هكا. فين ما دخلت يعني انت ما الا شفتو ها هو هنايا، تدخل اي سيت، تدخل هذا، تدخل هذا، تدخل اي سيت غيعطيك الاي بي ادريس ديالك حاليا. اوكي نحل هذا حتى هو، كما كتشوف هنايا عطاني 105.67.130.48، هذا هو الاي بي ادريس ديالي حاليا، يعني ديال البي سي ديالي. غندخل هذا السيت هذا نشوف واش عطاني حتى هو نفس الحاجه. نورمالمون خاصني نلقى نفس الحاجه. فوالا 105.67.130.48. الى جينا هنايا غتلقى حتى الماب هادي راه كازا، نكليك عليها بحال هكا فوالا كازا المغرب. دونك دابا نمشي نكونيكت نجرب الفي بي ان ديالي، نكليك على كونيكت. هنايا اليوزر نيم والباسورد، الوغ غنحاول نسد هادي، غنكليك على هاد نجرب بحال هكا فوالا، غنجيب هادي للجد. غنمشي للسيت ديال هنا فين غنحتاج الفي بي ان، يعني هاد السميه هادي هاد اليوزر نيم وهاد الباسورد. غنكليك على كونيكت، غنجي نكوبي هاد السميه هادي كنترول سي
كنترول في بالنسبه للباسورد نشوف واش غتكوبا. هو ما كيعطيكش كوبي دونك خاصني نكتبو انا بيدي. مورها باش تفيريفي كتجي تكليك على هاد العين هادي اللي كتلقاوها في الجنب وكتعاود تفيريفي. اي حاجه مينيسكول خليها مينيسكول، اي حاجه ماجيسكول خليها ماجيسكول. يعني مورها ما كتفيريفي كتكليك على اوكي وكتسنى حتى يدخل. فوالا مورا ما كيتكونيكتا كتلقى هنايا كونيكتد. غنجي لهاد السيت هدا فين شفت لابي ادريس ديالي، نعاود ناكتواليزي مثلا باش نفيريفي واش بصح تبدل ولا ما تبدلش. فوالا هو عطاني 198 27 69 198. نشوفو فين ديال الانابلات. فوالا نعاود ناكتواليزي تا هادي نكبرها شويه. فوالا 198. نشوفو في الخريطة فين. فوالا كنت في كندا. باش نعرف نكليك على نزومي شوية وغتبان ليا فين. فوالا كندا. فوالا شي بلاد شي ولاية ولا شي مدينة في كندا. هي كندا الفوق. دونك هكا غنكونو بدلنا الاي بي ادريس ديالنا وخدمنا بديال كندا كما كتشوفو. في حالات ساليت انا من هاد الاي بي وبغيت نديكونيكتا فغنجي اوتوماتيكمون كليك على ديسكونيكت. فوالا ديسكونيكت. بغيت كاع نسبريمي هذا ونعاود واحد الفي بي ان اخر ولا هذا نكليك على ريموف. بغيت نانصالي شي واحد اخر نعاود نتبع نفس الخطوات من الاول. دونك هذا هو الفيديو ديال اليوم. نتمنى انني نكون فدتكم شويه. ما تنساوش لايك واشتراك في القناه باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله.